اكتسبناها من آبائنا. رأيناهم وهم يدافعون عن أوطانهم رغم المخاطر التي كانوا معرضين لها، ونحن على ذلك الدرب. ولم أتحدث أبدا في لايفات عن تهديدات وصلتني، حتى لا يقول البعض يريد أن يجعل من نفسه كذا وكذا. وأبعد من ذلك، أبعد من ذلك أنني في نواكشوط أقولها، ولم أقم بتبليغ ذلك، ولأنني أعلم أنهم بعض يعني ذيول وأزلام جبهة البوليساريو في نواكشوط، حيث حاولوا وأنا في السيارة، حاولوا إيذائي بسيارة، ولكن قاموا بنفس الشيء الذي أصلا يقومون به هو الهرب. عندما تبعتهم حاولوا إيذائي على الطريق، ولله الحمد الله سبحانه وتعالى سلم وتبعتهم، ولكن استطاعوا أن يهربوا بتلك السيارة بعد أن فعلا آذوا السيارة شيئا ما، يعني ضربوا السيارة شيئا ما. ولم أتحدث أبدا على لايفات ولا حتى في على مستوى يعني على مستوى ضيق للمجتمع، لم أتحدث أبدا عن هذا الأمر. ولكن استغربت أن كان هناك شخص طلع ذات مرة في السطح في لايف وقال لي: أبي طالب، أنت لا تذكر ما فعلنا بك في نواكشوط. وهنا علمت أن هناك شيء يعني غير طبيعي، ولم يثنيني ذلك. وبالمناسبة سأجيب على بعض التعليقات، سأجيب على بعض التعليقات السيئة، تعليقات سيئة التي يعني توصلت بها، سأجيب عليها قبل أن أدخل في الموضوع. أول تعليق هذا وصلني من علي يقول: تدافع عن المغرب والآن انتزع القناع عنك، كل التسجيلات موجودة ولا تبرر عن القدح، وتبرر عن القدح والتشويه ومحاولة الإساءة إلى الجزائر وللشعب الجزائري المكافح، لقد تجاوزت الحدود حتى فقدت مصداقيتك. يقول: تدافع عن مصالح المغرب قبل موريتانيا، ويعني بذلك قضية الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. وهنا خلط الأمر. إن القول أن هذه المنطقة هي اليوم منطقة تدعى بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، هذا ليس قدحا في مصالح موريتانيا، وليس دفاعا عن المصالح المغربية على حساب موريتانيا. لماذا؟ لأنني أعتقد جازما أن مصلحة موريتانيا هي أن تكون المملكة المغربية في شمالها، وليست دولة وهمية يحاول البعض إدخالها بيننا وبين موريتانيا. هذا موقفي، أقوله بدون قناع. الذي عنده قناع هو الذي كتب هذا التعليق، لأنه مجهول. هذا يعني بعض الأمور التي التعليقات التي يعني توصلت بها. وبكل صراحة أقولها أنني سأفتح بدون أي حرج. كما تعلمون لي يعني أضعكم في الصورة، أنا أعمل لمشروع ممول من إحدى الهيئات وأحد شركاء التنمية لكل منطقتنا لإفريقيا، كل منطقتنا شمالا الساحل وكذا وكذا. وطبعا
أعضاء هذه يعني الهيئة فيها كل دول شمال إفريقيا، غرب إفريقيا والساحل. وطبعا لم أكن أعتقد أنه تجري علي بعض المدونات الأخلاقية التي لديهم، لأنني أعتبر نفسي حر واستشاري حر وبيني عقد، وأنني لست موظف دولي ولست موظف مباشر لهذه الهيئة، وبالتالي لا تنطبق معي. الآن وقد أرسلوا بكل صراحة وأمانة أحد أعضاء هذه يعني هذه الهيئة التابعة يعني هذه المدونة، أرسلوا لي مباشرة وقالوا يجب عليك أن تتحلى بالتحفظ وأن تكون آراؤك يعني آراء ليست ضد أي طرف من أطراف المشاركين في هذه الهيئة، وهي مثلا الجزائر والمغرب وكذا وكذا وكذا. طيب، بعد نقاش قالوا لا أنت تنطبق عليك هذه المدونة. مبدئيا بعد تبادل وبعد أن حصلت على رسميا كلام منهم أنني تنطبق علي هذه المدونة، أريد أن أقول لهؤلاء الذين لم يستطيعوا أن يوقفونا عفوا لم يستطيعوا أن يوقفونا بالقوة والتهديد، انظروا إلى الفرق بيننا. أنا اليوم أقول بالحرف الواحد أنني إذا كانت تنطبق علي هذه المدونة سألتزم بها، ليس خوفا ولا طمعا، بل لأننا أطر وصلنا إلى مرحلة نفهم فيها أن القانون ينطبق على الجميع، نحترم القوانين ونحترم المدونات، ولكن لا يمكن استثناءنا بالقوة ولا بالتهديد، هذا يكون واضح. ثم أن نضالنا ومعركتنا لم تنتهي بعد، لأنه تنطبق علي المدونة ما دمت لدي عقد بيني وبين هذه الهيئة، هذا يكون واضح من هذا المنبر. أمر آخر أشرحه بطريقة أيضا واضحة، أنني وجهت هذا السؤال، هل القول والاعتقاد والموقف أن الصحراء مغربية يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر؟ لماذا؟ لأن لم يأتيني أبدا، وهذا إجابة إلى تعليق، أن النظام الموريتاني أو أن السلطات الموريتانية أنها استدعتني ووبختني وقالت لي أن أتوقف عن يعني هذا النوع من اللايفات. وأنا أشهد الله أمامكم أن النظام الموريتاني والحكومة الموريتانية ودولتي أني منذ أن بدأت وربما الآن سنوات منذ أن بدأت سرد الأحداث ونفض الغبار على الحقائق، لم أتوصل بأي إشارة أن ما أقول أو أسرد أنه في غير مصلحة بلدي أبدا قولا واحدا، بل على العكس، وأقول أنني التقيت جنرالات بلدي وليسوا متعاقدين، بل جنرالات لا زالوا قيد الخدمة، والتقيت وزراء قيد الخدمة، ثم أنتقل والتقيت الضباط السابقين السامون السابقين، والتقيت الوزراء السابقين، بل على العكس، كلهم يقول نحن نشكرك لأنك تنفض الغبار عن حقائق تم محاولة إخفائها. هذه
أبوها الدولة، أو شيء، أنا مواطن بسيط في بلدي، ولو أني تعرضت لمصالح بلدي لاستدعوني كما يستدعون كل الناس الذين يتعدون حدودهم. لو أنهم، أقولها بالحرف، وأنا أتحدث عن معلومات تاريخية تخص القوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية الباسلة. نعم، أتحدث عن ذلك، وأعلم أنني في بعض الأحيان أتحدث عن معلومات حساسة تاريخية، ولكن يعلمون أنني لا أقول أبدا ولا أنطق أبدا معلومة إلا لدي مصدرها. لا أتحدث عن معلومة ولا عن قول إلا ولدي مصدرها، من مذكرات لوالدي رحمه الله الذي كان قائد القوات الجوية الموريتانية خلال حرب الصحراء، وكان خلال فترة حكم الجيش آنذاك قائد أركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وكان لديه من العقل ومن الحكمة ومن الفطنة أن كتب كل الأحداث التي جرت في تلك الفرصة، في تلك المرحلة. وبعد سنوات من دراسة ومن كذا ومن كذا اتضحت لنا الصورة، وهذا ما يزعج أولئك المتآمرين على بلدنا، هذا ما يزعج أولئك المتآمرين على بلدنا الذين تلونوا اليوم وأصبحوا يجعلون من الضحية جلادا ومن الجلاد ضحية، وهكذا كانوا يذهبون. وكان، والكل فضل لله، تدخلي على مواقع التواصل الاجتماعي فتح أعين كثير من الشباب الموريتاني، وهم يحملونني مسؤولية أن الشباب الموريتاني بدأ يستيقظ ويعود إلى تاريخ بلده، ويعرف من وقف إلى جانب موريتانيا في الفترات الصعبة، ومن عرض مصالح موريتانيا للمخاطر الجمة. هذا ما ينقمون منا أو علينا. اليوم أنا أقولها بالحرف الواحد، المدونة تقول في أحد بنودها le fait de s'abstenir de se mêler des affaires politiques des pays membres يعني يجب، حسب ما قالوا، يجب أن لا يتم أو يجب أن لا نتدخل في الشؤون الداخلية السياسية للدول أعضاء هذه الهيئة. القانون هو القانون وفوق الجميع، وعلي أن أختار. أمور واضحة، إما أن أواصل في طرحي ولايفاتي والتي لا يمكن إلا أن تمس من دول شمال إفريقيا ومن دول غرب إفريقيا ومن الساحل، كل هذه الدول بلا استثناء هم أعضاء فيما يقع. وأزعج البعض، أزعجهم، أنني وضعت أصبعي بالضبط على الأمور التي ستحدث، والكل من عند الله، بفضل الله، الكل بفضل الله. هذه مشيئة الله، ونحن أعطانا الله سبحانه وتعالى من قوة التحليل لا ما شاء الله، والحمد لله. يعني أيضا ظروفنا تسمح لنا بالوصول إلى المعلومات من جهات متعددة، ونربط بين الأحداث
ثم نرى ما سيحدث. ثم نرى ما سيحدث ونشرح لإخواننا في المنطقة الذين يعني وضعوا فينا ثقتهم وشاركوا في حسابنا التسجيلات، يعني موجودة، ارجع إلى تسجيل قبل شهر شهرين ستفهم ماذا تعيش اليوم، ستفهم ماذا تعيش اليوم. هذه هي الحقيقة. إذن أخوتي الكرام وأخواتي، أنا مضطر كما تأمر بذلك مدونة الأخلاق لهذه الهيئة، وحتى يفتح الله بيننا وبينهم، أن ألتزم بعدم التدخل في الشؤون أو عدم التحدث في الشؤون الداخلية لهذه البلدان، حتى نجد مخرجا لمواصلة هذه المسيرة، ولن نتوقف أبدا ما حيينا على هذه الأرض، لأن الفرق بيننا وبينكم أننا نحن نعتبر مسارنا هو واجب تجاه أولا أوائلنا الذين ضحوا من أجلنا، هذا حتى تكون الأمور واضحة. وسأرى في الأمر، ربما أتفرغ لطريقة أخرى، وأنا عندي مشاريع كبيرة جدا مثل الكتابة، لأنني أتوفر على مذكرات تحتوي على كثير من الأمور وكثير من المعلومات، ولا يعني لا ينقصني إلا أن أجد الوقت وأن يعني أعطيها كل الوقت لوضعها، وربما في كتاب هذا ربما أتفرغ له في هذه المرحلة، حتى يعني أكون لست ملزم بأي مدونة لأي هيئة، حتى تكون الأمور أيضا واضحة. لا يهمني اتهامات الناس، ولا يهمني، أنا الذي يهمني هو مصلحة بلدي، وأقولها من الآن، أقولها من الآن، وأنا أتمنى للمسؤول الأول في بلدي فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني، أقولها من الآن، أن على بلدي أن يدخل في مفاوضات حقيقية وعميقة وفيها بعد نظر مع جاره المملكة المغربية. والمملكة المغربية قوة دبلوماسيتها وسياستها هو سياسة رابح، ونحن لدينا الكثير من الربح في الاعتراف بحدود المملكة المغربية كاملة معنا، وهي تزيد على 2000 كيلومتر، على 2000 كيلومتر. وقلت دائما أن تلك المنطقة هي متنفس لجهات وأقاليم الشمالية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. هذا حقي أن أقول هذا الكلام، وأعي ما أقول، لأنني أعرف ما يجري على الأرض، أعرف ما تعيشه قواتنا المسلحة وقوات الأمن، وما تعيشه البحرية العسكرية الموريتانية والبحرية العسكرية المغربية. كل هذه المعلومات لدي بالتدقيق، ولكن أنا لم أتحدث عنها أبدا علنا. ومن مصلحة بلدي أن تدخل، لماذا؟ لأن هذه هي الحياة وهذه هي السياسة. أكبر الدول تكون لها مواقف، ولكن عندما ترى أن من مصلحتها أن تراجع تلك المواقف فهي تراجعها.
بكل أريحية. نحن رأينا دول عظمى راجعت موقفها ولها علاقة مباشرة بالموضوع، رأينا إسبانيا المملكة الإسبانية راجعت موقفها، رأينا فرنسا راجعت موقفها، ألمانيا راجعت موقفها، بريطانيا راجعت موقفها، الولايات المتحدة راجعت موقفها، روسيا راجعت موقفها. سيستغرب البعض، نعم قلتها منذ مجيء لافروف إلى مراكش. إذن يجب نحن أن لا نبقى ننتظر حتى تقع الفأس في الرأس كما يقال. والسياسة هي فن استغلال المواقف، والسياسة هي فن أخذ المواقف في الوقت المناسب. هذه نصيحة كمواطن موريتاني أقولها للمسؤولين الموريتانيين، وما أردنا إلا الإصلاح ما استطعنا. لا أستطيع يعني التحكم في الجس، من فضلكم ربما التكبيس. دائما تقع هذه القضية أنني الآن لا أعرف من طلب الجس،